السلام عليكم اخوتي واخواتي، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الشاف نور الدين كوكينج. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا، او لا غادي تحت طلب العديد من الاخوات اللي قالوا لي يعني نتكلم اليوم على محسن الخبز. بالنسبة لمحسن الخبز، كتمشيو للسوق، اسواق تجارية الكبرى، مرجان او كارفور، كتلقاو بزاف ديال الانواع. كاينين اللي كيتباعوا بالكيلوات، وكاينين اللي كيتباعوا كطاسات صغار، كيجيو بهذا الشكل هذا. ولا عندنا دوك اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، كيكون عندهم محسن الخبز. بالنسبة لمحسن الخبز، الدور ديالو اننا كنهزو معلقة صغيرة منه، كنديروه في كيلو ديال الدقيق، او لا معلقة كبيرة في 2 كيلو، يعني على حسب الكمية ديال الدقيق. هو اش كيدير، يعني كيعطي افضل حجم للخبز ديالك، يعني كيقوف لي كيقاد الحاجه، يعني كتجي زوينه بحال داكشي ديال الباتيسريات. يعني الباتيسريات راه كيستعملوا غير محسن الخبز، باش كتشوفوا الخبز ديالهم يعني عامر ومقوف لي، وهذا وهذا راه كيستعملوا محسن الخبز. بالنسبه لمحسن الخبز، كما قلت لكم كاينين فيه ماركات بزاف. انا هاد جوج ماركات اللي كنستعمل يلا اقتنيتهم، الصراحه مازال ما جربت حتى وحده فيهم، هما باقيين جداد كما خديتهم. بالنسبه لهاد الماركه هادي، انتم كما كتشوفوا كما كيقولوا لكم، يعني معلقه صغيره، يعني يعني نستعملوا في الكيكات، في الكرواسات، في العجين الممرق، يعني في كل شيء كنستعملوا في هذا العجين، عفوا هذا المحسن الخبز، باش كيعطينا نتيجه رائعه ومرضيه. فبالنسبه لهذا محسن الخبز، هو كيجي بحال هكا، حنا معكم تشوفوا كيجي بودره بهذا الشكل هذا، ثم كما كتشوفوا كيجي بودره، داير بحال الشكل ديال الطبيق. منين كتقيسوه كيبقى يكزز بحال الشكل ديال المايزينا. هذا هو محسن الخبز. الأثمنة، يعني الأثمنة على حسب الطاسة اللي خديته. بحال دابا الطاسة هذه خديتها، فيها شحال، فيها نشوف شحال فيها، بالنسبة لهذه فيها كيلو، 1 كيلو، يعني كيلو واحد. هذه غتجلس معاك شحال، يعني الثمن ديالها 37 درهم، 37 درهم. هادي غتجلس معاك شحال، تقدر تجلس معاك تاع عام، يعني معلقة صغيرة، معلقة صغيرة غتجلس معاك بزاف. هادي كيلو، هذا كيلو فيه. بالنسبة لهذا 500 غرام، هذا نص كيلو، نص كيلو كيجي بهذا الشكل هذا. نتوما كما كتشوفوا يعني الثمن ديالو كيكون ناقص شوية، وكاينين طاسات لي صغار من هذا. يعني هذا محسن الخبز هذا، ان شاء الله غادي نقادو بوصفات ونكتشفهم مع بعض في حلقات مقبلة ان شاء الله. نتمنى نكون فدتكم في هذه الحلقه هذه واستفدتم منها. الى عجبتكم الحلقه، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو، تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات، خليوا لي التعليقات ديالكم حول الوصفه، والى حلقه مقبله بحول الله.